فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المؤذن إذا قال في الأذان أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بدل أشهد أن محمدا رسول الله، هل يجب عليه أن يعيد هذه الجملة؟ نعم نعم، الأذان لا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص، يؤتى به كما ورد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.